الكفاح والجد والاجتهاد والشطاره مش عايزه اقول لكم هي عامله ازاي مش في المنيا بس يعني في كل مكان. انا كان عندي مقوله كده كنت بحبها وبؤمن بيها، على قدر حلمك تتسع الارض، وكنت واثقه ان الارض هتوسع وتتسع قدام احلام. انا المنتدى ده كان حلمي من 4 سنوات بالظبط، كان عندي مبادره اسمها بنت الصعيد، ولما قدمتها لاكثر من مكان فكنت بتسال سؤال ليه بنت الصعيد، يعني ما هي بنت الصعيد هي بنت مصر، هو هي بنت مصر حقيقي بس بعيده شويه، يعني هي محتاجه بس شويه ايه نوصل لها يعني. لكن دلوقتي اقدر اقول الارض اتسعت، ما بقتش بعيده، بقت موجوده في كل مكان في مصر. فشكرا دكتور كابتن سميه، وهنلتقي مع العلاج بالفن التشكيلي، وازاي بنت من الصعيد تاخد دكتوراه في العلاج بالفن التشكيلي وتشتغل مع عدد لا يقل عن 500 سيدة في الصعيد و150 طفل ذوي فرط الحركة وتعديل السلوك، واشتغلت معاهم بالمنهج ده وقدرت كمان يبقى ليهم المنتجات بتاعتهم الفنية تتعرض في أمريكا. معانا دكتورة رانيا يوسف صالح، تفضلي. مساء الخير عليكم. رانيا يوسف، دكتورة رانيا يوسف صالح، معايا دكتوراه في العلاج بالفن التشكيلي. طبعا ده كان مؤخرا، ليه؟ لان انا ارتبطت بذوي الاعاقة جدا، فقررت ان انا يعني ادرس حاجه من اجلهم بس تكون حاجه مرتبطه بالفن. تمام. اولا انا ام وزوجه، ام لثلاث اولاد، يعني معايا ثلاث اولاد، ابني الكبير خريج تجاره وبنتي صيدلانيه معايا، هي تعبها معايا مارينا، ومعايا ابني الصغير بولا في ثانيه ثانوي، محافظه بني سويف مركز الفشل. طبعا انا علشان اشتغل انا كنت قاعده في البيت، بعد ما اتخرجت وكده قعدت في البيت وقررت ان انا يعني مش كان قراري انا، كان قرار جوزي وكده، ان انا مش هشتغل. انا جوايا من وانا طفله ان انا عايزه، يعني انا من جوايا الفن بيجري في عروقي، يعني من وانا طفله صغيره كنت برفض المذاكره بس اهم حاجه عندي ان انا ارسم الون اشتغل بالعجائن. كنت وانا طفله صغيره كنت بعجن عجينه سيراميك. طبعا فضل الموضوع جوايا بعد، حتى يعني انا درست ليسانس حقوق وكده، انا ما عملتش باي حاجه خالص، شهاده واشتغلت في البيت. بعد كده قررت ان انا ابدا يعني اطلع بقى الموهبه اللي جوايا دي. فبالنسبه ان انا محافظ بني سويف، للاسف كنت اول حد يعني يفكر يعني ايه فن، ما في بيرسم وكل حاجه بس ان انا يعني للامانه مش بعرف ارسم حرفيا يعني، بس قدرت ان انا احول ان انا بعمل لوح من مجرد مثلا قطع خشبيه وشويه معجون بطلع منها حاجه مش ممكن تتخيله. يعني كنت اتمنى ان يكون في برزنتيشن كده يعرض الشغل اللي انا بعمله. بعمل شغل فرعوني وجداريات كبيره جدا وتماثيل، بشتغل في فن الريزن، بشتغل في ديكوباج. كنت من اوائل الناس في محافظه بني سويف اللي اشتغل في فن الديكوباج، هو فن فرنسي وانا يعني دخلته عندي المحافظه ما كانش حد لسه يعرف عنه اي حاجه خالص، كنت من اوائل الناس دول. بعد كده اتعلمت كل انواع الحرف اليدويه، كان عندي قرار ان انا لازم انجح، ده حلمي يعني من وانا صغيره ان انا ازاي هنجح وازاي اوصل اصلا ان انا اخليهم يرضوا ان انا كمان اشتغل بالفن وكده. عملت طبعا كل انواع الحرف اليدويه، مفيش حرفه يدويه ما عملتهاش، بس الحاجات المرتبطه بالالوان والعجاين قدرت ان انا اعمل براند كده للالوان، كل انواع الالوان انا بعملها بنفسي وبعبيها في برطمانات بحيث ان انا استعملها لشغلي وكمان يعني اعرضها للناس اللي انا بدربهم. طبعا انا كمان مدرب معتمد في الحرف اليدويه، دربت في معظم الجامعات، دربت تبع المجلس القومي للمراه، دربت تبع وزاره الشباب والرياضه وانديه الفتاه، في عندي في الفاشن وفي بني سويف. كانوا الشغل اللي بنعمله
كان بياخد بيه مركز اول قدام وزير الشباب والرياضه. ف طبعا بعد كده برضو الحلم جوايا ما بيكبر كل شويه. انا ابتديت من حاجه صغيره جدا ومحدش مؤمن بيها، وايه اللي بتعمليه دوا والوان ايه وفرش ايه وترسيم ايه، لا لا انت خليكي في البيت. طبعا يعني مش عايزه اقول لكم، انا حفرت في الصخر حرفيا حرفيا. انا ما كانش عندي في المحافظه بيتباع ولا الوان ولا ادوات ولا يعرفوا اي حاجه عن اي حاجه. كنت بجيب علشان اعمل ديكوباج فلازم ان انا بعمل لوح. طب الصور هجيبها منين اللي هعمل بيها فن ديكوباج؟ اخترعت حاجه ان انا من الورق الاي 4 والاي 3 العادي جدا، اخترعت ان انا بحوله لورق للديكوباج عليه رسومات فرعوني وحاجات افريقيه ومصريه وورود وكل حاجه. ده كان طبعا اول اختراع اعمله. كمان يعني بخترع بقى، عندي حته اعاده التدوير ان انا من اي حاجه بسيطه هتترمي لا انا بخليها حاجه لو شفتها مش ممكن. يعني انا عملت فازه مره طولها قد كده، الاسقف بتاعنا الانبا ستيفانوس هو اللي انا عايز فازه طولك، حرفيا انا عملت فازه طولي من الورق حولته، لان هو اعطيته اشكال وطبقات وكده تحول لماده قويه جدا لو اترمت من دور العاشر تنزل زي ما هي. ليه؟ لان انا درست في الالوان والخامات كويس جدا وعملت بدايل خامات كمان. يعني انا بقدر اعمل بديل للخامه اللي مش موجوده عندي في المحافظه، فانا اضطريت ان انا اعمل لها يعني اجيب البديل بتاع الخامه دي. كمان كنت بعمل الادوات نفسها اللي انا هشتغل بيها، كنت انا اللي بصنعها بايدي بالخشب وكده، لان انا درست في النحت. اخدت طبعا كورسات كتير جدا من الجامعه الامريكيه، اخدت ارشاد اسري واخدت تنميه مهارات واخدت تعديل سلوك. وبعد كده بعد كل الدراسات دي كان برضو جوايا حاجه كده ان انا عايزه افيد الناس، فدخلت في مؤسسه وكنت عضو مجلس اداره مؤسسه المنتصرين في الفشل. ارتبطت بالولاد ذوي الاعاقه الذهنيه بالذات، يعني الذهنيه والسمعيه. خليت الولاد دول منتجين، كانوا لا يقل عن 150 طفل، خليتهم اشخاص قادرين على ان هم يقدروا يعملوا حاجه. كمان وصلتهم ان الشغل بتاعهم كنت بعمل بيه معارض خارج القاهره، كنت بعمل في خارج مصر، عملوا في امريكا مره حفله صممنا كل الورود. يعني انا بعلمهم ازاي يعملوا الورد تصنيع يدوي، مش بنشتري الورد اللي هو بتاع الصين، لا انا علمتهم ازاي بنعمل من خامه مستهلكه عندي في البيئه بطلع منها ورد. الورد ده عملنا بيه بوكيهات واتعمل بيه معرض حفله في امريكا، اتاخد من عندنا واتغلف وكل حاجه وسافروا عملوا بيه المعرض في امريكا. اصبحوا الاشخاص دول قادرين ان هم يقدروا يفتحوا مشاريع. انا يعني حبي شديد للاشخاص ذوي الاعاقه الذهنيه والسمعيه، يعني مرتبط بيهم ارتباط قوي جدا جدا، وخلتهم قادرون ان هم صراحه انا حبيتهم وهم حبوني جدا. ف يعني قدروا ان هم كانوا اي حاجه انا بطلبها منهم كانوا بيتعلموها. لو ان كان صعب جدا على طفل ذوي الاعاقه الذهنيه ان هو يصمم الحاجات دي، لا لما حبوني يعني خدوا ان كل حاجه انا بقولها لهم تقبلوها مني وتقبلوها يعني بحب. كمان يعني دربت المرأة المصرية في أندية الفتاة تبع وزارة الشباب والرياضة، في سيدات وفتيات كتير جدا، يعني حوالي مثلا 500 سيدة وفتاة ازاي يقدروا يفتحوا مشاريع. علمتهم حرف يدوية، فن الديكوباج والريزن وإعادة التدوير، كونكريت، بليستر، سيليكون، اكسسوارات نحاس. كمان في اشخاص من ذوي الاعاقه فتحوا مشاريع لنفسهم الذهنيه، كانوا بيبيعوا لاصحابهم ولقرايبهم عندنا في القرى. يعني الولاد اللي كانوا معايا كانوا في قرى كانوا بيبيعوا لاصحابهم يعني اصحابهم اللي هم او المقربين ليهم، كانوا بيبيعوا لهم سلاسل وانسيالات من الحاجات اللي انا علمتها لهم. وبحلم ان يعني اعمل حاجه في محافظتي
عاوز بني سويف واخليها اكبر محافظه في الحرف انتاج الحرف اليدويه. ده فعلا حلمي، لان انا باجي هنا ادرب في القاهره، بدرب في الجامعات وبدرب في متاحف القاهره على الحرف اليدويه، وبعمل ورش فنيه هنا في المتاحف القاهره وفي جامعات القاهره، وبرده في انديه الفتاه هنا في القاهره في كذا مركز دربت فيه، وعملت معارض كتير جدا. طبعا انا كان فكره ان انا اعمل معرض دي كانت حاجه صعبه جدا. ازاي انت هتعملي معرض ده انت شويه معجون وحاجات بتعمليها؟ ما كانش حد مؤمن بالفكره خالص. لحد اول معرض انا عملته كنت اول حد يعمل معرض في محافظه بني سويف، فدي كانت حاجه كبيره جدا. الكل لما شاف ده وشاف اقبال الناس عليه وشاف المحافظ يعني من اعجابه، اخذ مني بوكيه كنت عاملاه من اعاده التدوير، والورد نفسه كان من اعاده التدوير، هو حطه جنبه على المكتب، وكل اللي بيجي بيتصور جنبه بيوريه المحافظ بني سويف دكتور هاني. فاشكر ربنا الحمد لله ان انا قدرت اوصل للمكان هنا، واقدر اوصل ان انا اكون في وسط حضراتكم، ده شرف كبير ليا جدا جدا. وبشكر طبعا دكتورة نورة لتعبها معانا بامانه، يعني حد مجتهد وحد جميل جدا جدا جدا، ودكتوره ناهد وكل الساده الحضور بامانه، يعني كلهم تعبوا معانا. وشكر خاص لوزاره الثقافه ووزاره الشباب والرياضه اللي اتدربت معاهم كتير جدا، وشكرا لحضراتكم. شكرا جزيلا دكتوره نورا ودكتوره رانيا يوسف، شكرا جزيلا. وطبعا هنعلق